اضطرابات متلاحقة تشهدها العاصمة البرازيلية بعد أسبوع من تولي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا رسمياً رئاسة البلاد، حيث اقتحم عدد من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومقرات الوزارات والمحكمة العليا في العاصمة برازيليا، بعد أن كسروا الطوق الأمني حول هذه المنشآت، وذلك احتجاجاً على عودة الرئيس دا سيلفا إلى الحكم مجدداً. وسائل الإعلام المحلية بثت مقاطع فيديو لعدد من الأنصار قدرتهم بالمئات وهم يتسلقون سطح الكونغرس ويحطمون زجاج نوافذه. الاحتجاجات وصلت إلى مواقف السيارات في قصر بلانالتو الرئاسي الذي يعد المقر الرسمي لرئيس البلاد لولا دا سيلفا، الذي لم يكن موجوداً في القصر لقيامه بجولة رسمية في ولاية ساو باولو. أحداث الاقتحام تأتي بعد أسبوع واحد فقط من أداء الرئيس اليساري لولا دا سيلفا اليمين في الأول من يناير الجاري، ويحتج أنصار بولسونارو على فوز لولا في الانتخابات منذ 30 أكتوبر، حيث أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في المركبات وتجمعوا خارج المباني العسكرية وطالبوا القوات المسلحة بالتدخل. الاقتحامات تبدو تحولاً دراماتيكياً في هذه الاحتجاجات التي ارتفع سقف مطالبها ليصل إلى مطالبة دا سيلفا بتقديم استقالته.